ما شاء الله تبارك الرحمن، كرفان امريكي باب باب، حاله حال العربانه تسحب وراك ولا كانك ما تدري شنو تسحب، اذا تسحب كرفان ولا عربانه، على ارتفاع الوانيت ما شاء الله. تقريبا طوله حاليا وهو مسكر 20 قدم، واذا انفتح يوصل الى 28 قدم تقريبا. روكوود فورست ريفر اتش دبليو 276، كرفان امريكي صناعه 2009 شهر 8 موديل 2010، تقريبا وزنه 1700 كيلو ما شاء الله. يعني تخيل 1700 كيلو، عندك مطبخ، عندك حمام، عندك سريرين وصالة. بضغطة زر راح يرتفع معاك الكرفان لفوق، كهرباء عن طريق البطارية، في طاقة شمسية وبطارية كبيرة. كرفان مثالي حق الكشتات السريعة، حق اللي ما عنده مكان يصفط الكرفان. سبير خارجي، قاعدة الطاولة وسماعات خارجية، وعندك الثلاجة على الغاز والكهرباء، مظلة خارجية، كشافات خارجية. وبعد ما صعدنا الكرفان كله لفوق، نفتح السريرين، واحد قدام واحد ورا، هذا السرير الخلفي وهناك السرير الأمامي طلع الردي. الجنب الأيسر في توسعة حق طاولة الطعام اللي تحول إلى سرير، فتفتح هذيل. بعد ما تفتحهم، بعد ما تفتحهم عليك لأنك تفتح التوسعة مانيوال. فالحين التوسعة نسحبها بالإيد مانيوال. الحين تخيل ان اللي انت سحبت الحين هذه طاولة الطعام اللي تحول الى سرير، وهذا وضع الكرفان الحين. صار 28 قدم تقريبا، سرير بالخلف، سرير بالامام. نروح نشوف داخل. ما شاء الله، عندك هني طاولة الطعام اللي متحولة حاليا الى سرير شخصين راهي. عندك بالامام هني سرير، هذه جلسة على شكل اليو، مكان التلفزيون، مكان الميكروويف، عندك المغسلة والثلاجة والشولة، دفاية على الغاز ودورة المياه. هذا كله كان داخل هالكرفان السحب الصغير اللي مساعة انسحب. هني سرير بالخلف بعد، شفاط، ليتات بالسقف، LED. كرفان حالة حال أي كرفان أمريكي، في لجورة لخزان المجاري، في لخزان ماي، في عندك سخان ماي على الغاز والكهرباء، والكهرباء كاملة على 110 فولت و 12 فولت. الشاور الخارجي، شواية خارجية على الغاز، تاخذ الغاز من الكرفان نفسه. عندك هني مخزن بالأمام، عندك هني بالأمام ممكن تحط الغاز، وحاليا موجود المحول والبطارية. الكرفان كامل يشتغل على الطاقة الشمسية والغاز. صاحب الكرفان مو محتاج ماكينة كهرباء، عنده الانفرتر يشغل له التلفزيون ويشغل له البلاكات، هذا هو الانفرتر هني. عندك الغاز يشغل لك التشولة والشواية والثلاجة وسخان الماي والدفاية. يعني باختصار مو محتاج ماكينة كهرباء انت واستخدامك. باختصار كرفان امريكي باباب صناعة 2009 شهر 8 موديل 2010، 28 قدم، أي سيارة تقدر تسحبه، 6 أشخاص ينامون فيه مرتاحين معاه، كرم السامع الحمام.